السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال وبصحه جيده وفي افضل المتمنيات. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد فستان محجبات بالكشكشه جهه الصدر. يعني غادي نحاول قدر الامكان انني نشرح لكم طريقه الفصاله ديالو، وغنحاول قدر الامكان نبسط لكم طريقه الشرح. فشكرا شكرا بزاف على التعاليق الزوينه اللي كتوصلني واللي كيشكروني على يعني طريقه الشرح. فانا بصراحه كنحاول قدر الامكان انني نبلغ المعلومه ببطء باش الكل يفهم، واللي اول مره يعني كيبغي يتعرف على الموديل او كيبغي يتعرف على طريقه الفصاله ان يلقى الشرح بسيط وسهل. اليوم ان شاء الله غنوريكم هذه الطريقه تحت طلب واحد السيده، وغادي نديرو لكم على الباترون، وان شاء الله الى كفاني الوقت انني غادي نديرو لكم على التوب. هذا الموديل هذا البنات فهو كما قلت عنده القصة على مستوى الصدر، حيث بحيث ان على مستوى الصدر غادي نديرو الكشكاشة باش تجي الكسوة او الفستان يجي راقي وزوين، ويعني هو نوع من انواع ديال الفساتين اللي ولاو دارجين في هاد السنوات الاخيرة. كنتمنى قبل ما نبدا ان شاء الله طريقه الشرح انه اللي اول مره كيزور القناه ديالي انه يتابونا معايا ويفعل الجرس ليصله كل جديد. نبدا معكم على بركه الله، وغنحاول قدر الامكان نشرح لكم الطريقه، فتبعوا معايا حتى الاخر وان شاء الله غادي تفهموا الطريقه ديال الفصاله ديال هذا الفستان ديال المحجبات. كما قلت هذا الفستان هذا غيكون عنده تقطيعه على مستوى الصدر. اذا شنو غادي نديروا؟ حنا غناخذوا القياس ما فوق الصدر عادي، يعني غناخذ الشكل عادي، لكن فين غادي يمكننا اننا نديرو التغيير هو على مستوى الصدر، حيت غادي نضيفو واحد الزياده اللي كتسمح لنا بالحصول على الكشكشه. هاد الزياده هذه البنات يمكن لك تبدا ابتداء من 10 سنتيم في الربع، 10 سنتيم في الربع، يعني كنحطو الثوب حيت مسدود من جهه الصدر ومسدود كذلك من الاسفل، يعني غادي نطويو على 4. خصو يكون الفوق مسدود وحتى تحت مسدود، غير ان النصف الثاني يعني اللي كاين من جهه الصدر الاسفل غادي نضيفو يعني في الربع 10 سنتيمات، ممكن نوصلو حتى ل 20 سنتيم كل ما احتاجينا الكشكشه اكثر. يعني الا كنا باغيين الكشكشه وان ديك الفستان يكون واسع يعني يجي يعني فيه الكشكشه كثيره، فممكن اننا نوصلو حتى ل 20 سنتيم اضافيه لكل ربع. اذا انا غادي نتراسي لكم على الورق، ومن بعد غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نضيفو. مادام اننا غادي نضيفو يعني 10 حتى ل 20 سنتيم، فكناخذوها في اللون الا كنا غنفصلوها على الباترون، ومن بعد غادي نديرو على الثوب. غناخذ 20 سنتيم هكذا، يعني كناخذ انا غناخذ 15 سنتيم حيت بغيت يكون فيها شويه ديال الكشكاشه، فغناخذ 15 سنتيم في كل ربع، وغادي نطراسي الحد اللي غيكون اضافي. يعني غنهبط من هنا من الورق كي هذا، غادي نهبط يعني مع هاد الورق او الباترون حتى الاسفل مع اضافه 15 سنتيم. حنا خديتنا 15 سنتيم ديال الكشكشه، غنجيو مع هاد الحد هذا، كنتمنى يبان لكم انا راه كنحاول نختار المكان اللي غادي يمكن لي يشد لي الوضعيه كلها باش نشرح لكم يعني مزيان. هذه 15 سنتيم ديال الاضافه، ما غنعتبروهاش نهائيا، فين غنعتبروها في الجهه السفلى، لكن في الجهه العليا غنبداو القياسات من هذه الجهه. هذا الخط اللي حددنا هنايا اللي ضفنا ديال 15 سنتيم من الفوق، يعني منو غنبدا هذه ما غنعتبرهاش، هذه ديال الكشكشه، لكن من هذا الخط الاسود هذا هو اللي غنبدا نحط القياسات، كان هذا غير موجود، غير موجود، لان هذا غير كشكشه، لكن القياس الاساسي اللي غنبازيو عليه هو غنبداوه من هذا الخط الاسود. بالنسبه للكتاف ديال هاد السيده هذه عندها 42 في الكتاف، يعني 42 في الكتاف كنقبطو كنقسموها على اثنان، الكتاف كنقبطو من نقطتين ديال الكتفين كناخذو القياس وكنقسمو على اثنان، هي عندها 42 يعني مقسومه على اثنان كتعطينا 21 زائد واحد ديال سنتيم الخياطه
هي 22. هذا هو الحد ديال بالنسبه للكتفين. غنطراسي لكم باش يبان. غادي ندخلو ب 8 سنتيم. الورق شويه يتعوج معليش. ندخلو ب 8 سنتيم باش نحدو دوره الامام، دوره العنق، دوره العنق. مازال ما حددناش الامام او الخلف، المهم دوره العنق نهبطو ندخلو ب 8 وغننزلو ب 2 ديال السنتيم. الجهه مسدوده لان هذا الفستان مسدود من الامام سواء من الاعلى او من الاسفل، يعني غادي يجي الكول غنديرو لها غير داير. اذا غنهبط من هنا ب 2 سنتيم وغادي نحدد دورة العنق. من بعد كنجي من هنا وكذلك كنزيد جوج ديال السنتيم. كنحطو لبطة ديال الكتفين. بالنسبة لهذا الفستان البنات السيدة بغاتو ما يكونش فيه الكمام، والفستان اللي كيكون ما فيهش الكمام فما كنهبطوش ب 26 سنتيم ديال الهبطه ديال التركيز، كنهبطو ب 22 سنتيم. علاش؟ باش كيجينا يعني دوره ديال دوره الكتاف او الدوره ديال التركيز كتجينا حدو قدو مع الكتاف ديالنا، باش ما كيبقاش يبان لنا يعني الجانب ديال من تحت اليد ملي كنهزو اليد ديالنا ما كيبانلاش، يعني كاين واحد الموسوعيه تقدر انها تكشفنا بصراحه. يعني من الافضل اننا نهبطو كنهبطو ب 22 سنتيم، يعني انا غنهبط لها ب 22 سنتيم. ملي غنقص لها ديك 2 سنتيم يعني غنولي هابطه ب 20 سنتيم بالضبط باش نحدد دورات الصدر. كنحدد حتى من هاد الجهه باش يكون عندي القياس ثابت. غنهبط ب 22 هي هادي باش ملي نحط الخط يكون عندي مضبوط. من بعد كنحط القياس ديال الصدر. بالنسبه لدوره الصدر عندها 116 كناخذوا الربع ديالها كتعطينا 29 زائد 1 سنتيم هي 30، يعني غناخذ لها 30 من جهه الصدر. هذا هو يعني دورات الصدر مقسومه على اربعه. من بعد غادي نحط باش ندير دورات التركيز كنهبطوها هكا. من بعد كنقسموا هذا القياس هذا 23 حيدنا 2 سنتيم بقات لي 20، اذا غادي نهبط ب 10 سنتيم هي هادي وغندخل لها بسنتيم واحد باش نحدد لها دورات التركيز. دورات التركيز فكنديرو النقط ثلاثة كنربطوهم هكا، يعني النقط بثلاثة هكذا، يعني هاد النقطة وهاد النقطة وآخر نقطة ديال الصدر، وكنديرو دورات التركيز. دابا حنا سالينا مع الأعلى، غنزيدو على هاد القياس هذا جوج ديال السنتيم باش ملي نخيطو ما يتمكنناش من هنا وما نلقاوش اننا كنلاح حتى من جهه التركيز. فكنهبطو بجوج ديال السنتيم بحال هكذا ومن بعد غادي نكملو القياس ديالنا. بالنسبه حنايا نهبطو باش نحدو القياس ديال الحوض او القياس ديال الرونج كنهبطو ب 60 سنتيم. هو هاد 60 سنتيم عندها في دوره الرونج عندها 150، يعني 150 راه خليت لها تقريبا الكل حيت في الاصل باغيها واسع، يعني نقبطو 150 نقسموها على 4. خمسة وثلاثة. من بعد البنات كنربطو هاد النقطة هادي بهادي وكنمزلو ب 14 سنتيم باش كنحدو الإيفازي ديالنا. من بعد
حتى لاخر نقطه في الطول على حسب كل واحد الطول ديالو. كندخلوا من هنا بجوج سنتيم، غنخليها انا غير سنتيم واحد حيت راه اصلا غنزيد لها الكشكشه، فلا داعي باش نزيد لها بزاف ديال الايفازي. فغندخل لها المسطره الكبيره، ما حطيتهاش قدامي، فلقيت راسي بانني مضطره نتعامل مع هذه المسطره الصغيره. من بعد كنربط هذه بهذه وكناخذ الطول ديالي كامل حتى لاخر نقطه. صافي، من بعد غادي نقطع البنات وغادي نقطع. غنحيدو من هاد جوج سنتيم اللي هبطنا، غنحيدو الاعلى ونحيدو كذلك هاد كنتمنى يكون باين لكم الشرح. ونفس الطريقه البنات اللي كنفصلوا على الباترون راه كنفصلوها حتى على الثوب، كيكون غير هذاك هذا ورق وهذاك راه ثوب، نفس الطريقه. ونجيو كنحيدو حتى هادشي، هذا ما عندناش علاقه به في الاعلى لان ما غنديروش الكشكشه في الاعلى، غنديروها غير في الاسفل. فكنحيدو هذا الجزء هذا هادو كامل البنات غنحطوه على الثوب مطوي على أربعة ونحدو هاد القياس مع إضافة واحد سنتيم من الفوق. هنا دو سنتيم لكن من الفوق ضروري يزيدو سنتيم ديال الخياطة. فهذا غادي نحطوه على الثوب مطوي على أربعة، مسدود من هاد الشيها ومطوي على أربعة. كيبقى لنا الجزء الأسفل، هذا هو اللي غادي نحتاجو باش نحطو الأعلى مع يعني فاش كنطوي كنحيدو ملي كنطراسي كنحيدو يعني القطعه الوسطانيه والقطعه اللي كتبقى لنا، يعني مادام قسم مطوي على اربعه كنحيدو الربعين والربعين الاخرين كنحدو عليهم قياس دوره الدوره من الامام. وهنا مادام انني غنديرها على دائري يعني كل دائري فكنهبطو في الكل دائري كنهبطو ب 16 سنتيم، يعني هبطلها بجوج سنتيم غنضيف لها 14 سنتيم وغنحدد الدوره ديال العنق من جهه الامام. فهذا سالينا منه، فين غيبقى لنا اننا غادي نديرو تغيير وهو في جهة الاسفل. صافي، بالنسبه لجهة الاسفل حنا ضايفين الكشكشه غادي نقطعو يعني النصف الثاني. صافي، من بعد ما كنحيدو الجهه العلويه كتبقى لنا الجهه السفليه، كناخذو الطول ديالنا اللي غيكفينا، غناخذو الطول بالكامل. كيبقى لنا غادي نحيدو يعني غنفصلوه، وبالنسبه للربع اللي هونش يعني 150 الربع ديالها كتجي تقريبا 37 ونص، يعني خديت لها رجعت قديتو خديت لها 38 بالخياطه. اذا غادي نفصل معكم يعني الا تبعتوا غادي يجيكم هادشي ساهل، يعني ما غتلقاو حتى شي مشكل ان شاء الله. بعد كنفصلو كنحيدو غنحطو غناخدو من بعد كناخدو الطول ديالنا اللي هيكفينا لان الباترون راه مفيهش الطول كامل، لكن الاساسي هو اننا غنحطو غنكملو الطول اللي غادي يكفينا. صافي، هذا هو الشكل. شنو هنا فين غادي من بعد منين غادي نبغيو نخيطو نحطو على الثوب البنات، فغادي نديرو ابرة او خيط وغادي نجمعو هكا ندخلو هكا ومن بعد غنجمعو، بحيث ان هاد الكشكشه ما كتبقاش كتدخل، يعني كيولي هاد الكشكشه مدموجه في هاد القياس. يعني منين بغيو نخيطو خصنا نلقاو هاد القياس هذا فقط، هذا ما يبقاش، يعني كنبقاو نجمعو هاد الثوب من هاد الجهه هذا حتى كنوليو نحصلو على هاد القياس هذا. هذا هو اللي غنحصنا نحصلو عليه في الاخير، هاد القياس هذا ما كيبقاش، هذا خصو يتجمع مع هاد القياس هذا. من بعد ملي كنجمعو خصنا نلقاو هاد القياس هذا الاولي هو هذا.
هذا هو اللي خصنا نلقاو في التالي، هذا القياس هذا هو اللي خصنا نلقاو في التالي باش يمكننا نخيطو مع الجهه العلويه. بقالنا لكم البنات ان شاء الله غادي نحاول، ان شاء الله غنحاول من نبغي نقادو على التوب غادي ندير لكم الفيديو. نتمنى ان شاء الله يكون عندي الوقت باش ندير لكم على التوب ونشرح لكم مزيان طريقه الخياطه ديالو كيفاش يمكننا يعني نديرو هذا الباترون نحطو على التوب ونطراسيو. الا ان هذا انا قلت لكم هذا الموديل هذا راه غادي نقص هذا غنولي نقطعو لان بغيت ندخل فيه جوج ديال الالوان. اذا بقى ليا لكم غادي نوري لكم على هذه القطعه هذه اللي شفتي ديال الورق. فلكم البنات كناخذو لكم توب مطوي على أربعة، توب مطوي على أربعة كناخذو القياس من هذه الجهه، يعني كنقبطو دوره التركيز هذه هي دوره التركيز البنات اللي كنبغيو نخيطو لكم، اعتذر اللي كنبغيو نفصلو لكم. فكناخذو دوره التركيز هي هذه، والقياس اللي كان انا لقيت 23، والقياس اللي كنلقاوه كنحيدو منه 6 سنتيمات، هذاك 6 سنتيم دابا هذه لقيت لها 26 فغادي نحط لها 20 سنتيم. هذا غير قياس تقريبي لان هذا الورق ما عادش تكفيني فيها 20 لنا، فنشوف سي بوسيبل تكفيني. ها جاتني هي هذه 20، اذا حتى هنا كناخذ 20 كنزل 12 سنتيم من الجهه اللي محلوله ماشي من الجهه المسدوده، كنزل 12 سنتيم بحال هكا، ومن بعد كنربط هذه النقطه. سمحوا لي البنات راني حتى بديت كنفصل فاش طليت لقيت الفيديو وقف ما شط لياش طريقه الفصاله ديالكم. كما قلت لكم البنات كنطلعوا من هنا اللي كنزلوا ب 12 سنتيم، شوف بعدا هو هذا فوالا هانتو كننزلوا ب 12 سنتيم وكنربطوا هذا الخط. من بعد كنقبطوا هذا الخط هذا وكنقسموه على أربعة، على أربعة على اثنين ثم على أربعة. من بعد كنجيو من النقطة الأولى ديال الربوع كنطلعوا بجوج سنتيم، ومن النقطة الثالثة كنهبطوا بجوج سنتيم وكنديروا الأس ديالنا وكنربطوها بالبالما، يعني العرض أو دورة الكم من جهة الأسفل مع إضافة جوج ديال السنتيم ديال التكفيفة، وكنربطوا هاد النقطة بهاد النقطة باش نقادوا البنات الكم ديالنا دائما. نشدوا هاد المسافة ما بين هاد النقطتين معا 38، انا لقيت 39 قبطوها نقسموها على اثنان، نعتبروا ان لقيت 40 يعني غنجي لهنا وغندخل بواحد جوج سنتيم حتى سنتيم حتى سنتيمين، وكنقاد الكم ديالي باش كيجي الكم ديالي البنات مزيان صافي. وكنقطع الكم ديالي، يعني الطريقه ديال تفصيل الكم بالنسبه لهاد الفستان اللي باغي ديرو بالكم. كما قلت عاد ما غتهبط بالتركيز 22 غتهبط ب 26 البنات، لان انا هذا غنديرو بلا كم، ولكن انا بغيت نشرح لكم الطريقه ديالو بالكم باش اللي بغات تصوفو بالكم يجيها سهل. هذا هو الشرح النهائي ديال هاد الفستان. كنتمنى البنات نكون قدرت نوصل لكم الطريقه ديال الفصاله ديالو، وكنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو انكم تابوناو معايا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فالى لقاء قريب والى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.